إيه. طيب مسألة ثانية الله يحفظك، فيها امرأة يا شيخ تقول نامت بجوار ابنها الصغير في الليل، والولد معافى سليم ما به مرض ولا علة يا شيخ، ولما قامت الصباح وجدت الولد ميت ولا تدري بما مات، هل مات؟ ما عليه الله أعلم. هاي شيخ؟ ما لم تعلم شيء ما عليه شيء. ما تعلم سبب معين يا شيخ؟ ما عليه شيء. ما عليها شيء. ما عليه. الله يكتب أجرك ويجزاك خير يا شيخ. السلام عليكم. كان يلقى هذين السؤالين على فضيلة الشيخ العزيز باز حفظه الله مغرب يوم الأربعاء الخامس من شهر رمضان عام 1419 هجرية.